من قراءة اليوم إنجيل القديس لوقا الإصحاح السابع من الآية 1 للآية 11. شفاء خادم قائد المئة. قائد المئة الذي كان لديه خادم عزيز عليه قريب من الموت، فأرسل مجموعة إلى يسوع يطلب منه أن يشفي خادمه، ويقول له: أنا لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولا أنا أهلا أن أجيء إليك، ولكن قل كلمة واحدة من بعيد فيبرأ خادمي فيشفي خادمي. المعجزة الوحيدة دي في إنجيل القديس لوقا اللي تتم بغياب يسوع، بمعنى أن يسوع لم يذهب هو ليشفي هذا الخادم، ولكن كلمته القوية، كلمته الفعالة هي التي تصل وتشفي أو تشفي هذا الخادم. كلمة السيد المسيح، دون أن يصل المسيح، دون حضور المسيح الجسدي، ولكن كلمته هي القوية، كلمته هو القوية الفعالة التي تشفي هذا الخادم. وعلاوة على ذلك، جميل النص اللي بيتكلم عن ان هذا الخادم لا يشفى بناء على ايمانه، ولكن على بناء على ايمان رجل تاني او ثقة بسبب ايمان قائد المئة، خادم المئة، يشفى هذا الاخر. في كل انجيل القديس لوقا دايما الناس بتندهش من معجزات يسوع، من كلمات يسوع وحوارات يسوع. دي المرة الوحيدة اللي بيحصل فيها العكس، يسوع بيندهش من ايمان قائد المئة، من إيمان قائد المئة وثقته بكلمة يسوع القوية الفعالة. وده النص اللي عايز أعلمه النهاردة. يسوع غير موجود جسديا في وسطنا مرة أخرى، ولكن تظل كلمته فعالة قوية، تخلق وتشفي وتجدد كل ما هو نرغبه رغم عدم وجوده. كلمة يسوع دايما قوية في وسطنا، قادرة أن تصنع كل شيء.